السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخ عثمان، أخ محمد، مرحبا وسهلا، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أخونا أبو عمر، أخت منى، مرحبا وسهلا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم على الحضور وعلى التواجد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا في هذه الدقائق. إن شاء الله تعالى سنبدأ هذا البث يعني سيكون النصف الساعة الأولى باللغة العربية، ثم النصف الساعة الثانية سيكون باللغة الإنجليزية ترجمة لما يعني ذكرناه. الحمد لله الذي أكرمنا ومن علينا وتفضل علينا بأن أبقانا إلى أن نشهد هذا الوقت المبارك، يوم الجمعة، اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر الخير وشهر البركة وشهر الفرج على المسلمين وعلى البشرية كلها بإذن الله تعالى. أيها الإخوة الأحبة، شهر رمضان شهر مبارك، ويجب أن نستشعر هذا الأمر. يجب أن لا نستسلم لدعوات التشاؤم. بعض الناس يقول هذا يعني أسوأ رمضان، هذا يعني لا ليس له أي طعم هذا الرمضان. هذا كلام، كله كلام يجب أن لا نفتح له الباب. لا، هو رمضان، هو شهر مبارك، شهر جميل، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا، الحمد لله لا ينقصنا شيء، شيء من التقيد لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن يعني بركة رمضان تبقى موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، يعني يقول عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل الحسن. فنتفائل بإذن الله تعالى، الحياة تمضي، صحيح في يعني حصلت آلام وحصلت مشكلات، لكن هذه سنة الله عز وجل في الكون، ولا اعتراض على سنة الله سبحانه وتعالى. مهم أيضا أن نشعر أبناءنا ببركة وبخير هذا الشهر المبارك. من يعني فضائل شهر رمضان المبارك أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، وشهر يعني الله سبحانه وتعالى خصه بنزول القرآن الكريم، لذلك يجب أن تكون هناك اعتناء بالقرآن الكريم في رمضان. يجب أن يعني نعطي أولوية للقرآن الكريم قراءة، استماعا، تدبرا، فهما، تفسير أيضا. فيكون هذا الشهر هو شهر القرآن حقيقة، ليس كلاما. نحن دائما نسمع كلمة يعني مقولة شهر القرآن، لكن يجب أن نعمل هذا الشيء بإذن الله تعالى على أن يكون واقع في حياتنا، فيكون النهار مقضي في قراءة القرآن. نترك إن شاء الله تعالى أكثر يعني انشغالاتنا جانبا، تضحية قليلة بسيطة إن شاء الله تعالى لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقبلها، والله عز وجل يعني يجزيها خيرا، ويربي الله الصدقات، يعني حتى الله عز وجل يزيد في الأجر ويعني يضاعف الحسنات. فأيام قليلة، نفحات إيمانية نتعرض لها بإذن الله تعالى. من فضائل هذا الشهر كما قلنا نزول القرآن الكريم. فنقف إن شاء الله وقفة مع سورة قصيرة من سور القرآن الكريم. هذه السورة سورة نقرأها في كل صلاة، نقرأها في كل صلاة، وهذا له معنى. يعني الله عز وجل لم يختر هذه السورة لكي نقرأها في كل صلاة، سورة الفاتحة طبعا أقصد، لم يختار الله سبحانه وتعالى هكذا يعني من دون أي معنى، بل هناك معنى، هناك مغزى. هذا طبيعي، ليس يعني أمر عادي أن يتم انتقاء هذه السورة لقراءتها في كل صلاة، إلا لأن كلماتها تحتوي على شيء، إلا أن هذه السورة فيها مزية معينة غير موجودة في باقي السور. فنقف إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق وقفات مع سورة
الفاتحة، وهي التي تسمى أم الكتاب، وهي فاتحة الكتاب، لأن أول سورة في بداية المصحف وفي بداية الكتاب. هذه السورة لا صلاة لمن لم يقرأ بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. فيعني لا يقبل من أحد صلاة، يقبل منك أن لا تقرأ سورة الإخلاص وتقرأ سورة الناس على سبيل المثال، وتقرأ تختار من المصحف ما تقرأ ما تشاء إلا سورة، ليس لك خيار سورة الفاتحة، إن لم تقرأ بها فلا صلاة لك. فمهم جدا أن نفهمها، مهم جدا أن نتدبر بعض يعني معانيها. أولا هذه السورة يعني الله عز وجل خصها كما جاءت في الأحاديث. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله سبحانه وتعالى يعني نظر في 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 سورة الفاتحة فقال، فقسم سورة الفاتحة بينه وبين عباده، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الصلاة هنا المقصود بها الفاتحة، وهذه أيضا يعني تسمية عظيمة أن تسمى سورة بالصلاة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني قسمت سورة الفاتحة بيني وبين عبدي. طيب، فقال الله عز وجل: فإذا حمدني عبدي، قال: الحمد لله رب العالمين، قلت: حمدني عبدي. وإذا قال رب العالمين، قلت: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قلت: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قلت: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، في أسرار وفي يعني فتوحات في هذه السورة. والله العظيم يا أخوات، يعني الأمر ليست سورة عادية. الله عز وجل يتكلم وهناك حوار وقسمة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تقول آية، الله عز وجل يقول شيء في المقابل، ليست مجرد سورة عادية. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قلت: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قلت: هذه لعبدي. هذه خاصة الآن، التي قبلها كان هذه بيني وبين عبدي، لكن اهدنا الصراط المستقيم هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ففيها أسرار، يعني ربما نحن الآن نمر على عجالة على هذه الآيات الأحاديث، لكن السورة يعني فيها أمور كثيرة ولا نريد أن نطيل ونتشعب. فنرجع إن شاء الله إلى هذا الحديث ونحاول أن نفهم مغزاه هذا التقسيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بيني وبين عبدي. الحمد هي بداية السورة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هي يعني العلماء مختلفين إذا كانت هي جزء من السورة أم ليست جزء من السورة، لكن هي على كل حال يبدأ بها، تبدأ بها كل سورة. فالله عز وجل يعني بدأ هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الآن نحن حينما نقرأ سورة الفاتحة نقرأها كثيرا، وربما لا نقف كثير مع الآيات لأنه أصبحت على ألسنتنا بشكل كثير، فما نقف حقيقة حتى لما حينما نقول الحمد لله رب العالمين، حتى يعني ما نقف ربما مع الـ مع الـ مع الـ مع الآية كلها، ناهيك عن الكلمة، لكن تعالوا نقف مع كلمة الحمد. الحمد، الحمد يعني من الثناء على الله سبحانه وتعالى، والحمد مختلف عن الشكر. الشكر يقال حينما يصنع لك إنسان معروف، إذا كان إنسان أعطاك شيء تقول شكرا، تشكره. وإذا ذاك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم يتحدث عن شكر النعم: وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا. فيتكلم الله سبحانه وتعالى عن الشكر في مقابل نعم أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا. لكن الحمد، الله عز وجل مستحق للحمد، هو ثناء له لذاته سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى فيه كل صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى عز وجل، فيحمد على لذاته ليس للمعروف الذي أعطاك إياه. بعض الناس فقط أنت تشكر أو تحمد في شيء لأنه عمل لك معروف، إذا لم يعمل لك معروف أنت لا تحمده ولا ترى أنه مستحق للحمد، يعني ليس لديه شيء. لكن الله سبحانه وتعالى لا، الله عز وجل مستحق للحمد سواء أعطاك أم لم يعطك، فليست الأمر مقابل، ليست قضية الشكر. الحمد لله
رب العالمين. حينما تقول رب العالمين، الله رب العالمين، هذا يجعل في نفسك يعني إيمان، ويجعل في نفسك اطمئنان أن لك رب تعتمد عليه وتستند عليه، رب العالمين. لا تخف، لا تقلق، مهما يعني ذهبت بك الظنون، ومهما يعني الدنيا رأيت منها ما رأيت، تقول الحمد لله رب العالمين. الرب هو الذي يعني يعتني ويربي، الله عز وجل هو الذي يربينا، الله عز وجل هو الذي يعتني بنا، الله عز وجل هو الذي يعني يدبر أمورنا، نتكل عليه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. ثم كيف عرف الله سبحانه وتعالى نفسه؟ الرحمن الرحيم. عجيب، الله عز وجل له يعني صفات كثيرة، ومن 99 اسم يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وفي القرآن الله عز وجل ذكر لنا أسماء كثيرة: الحكيم، العليم، القوي، القهار، الجبار، المتكبر، الوهاب، العزيز. لكن الله عز وجل في كل سورة، في كل ركعة، يريد منا أن نعرفه بالرحمن الرحيم. الرحمة أيها الإخوة يعني من صفات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ورحمتي سبقت غضبي. دائما رحمة الله سبحانه وتعالى تسبق غضب. نحن البشر لا، إحنا غضبنا قد يسبق، أو في كثير من الأحيان يسبق الرحمة والحلم عندنا. الله عز وجل دائما رحمته سبقت غضبه. الحمد لله، هذا خير، اطمئن، هناك رب رحيم. لكن هذا الرب الرحيم يريد منك أيضا أيها الأخ الحبيب، أيها الأخت الفاضلة، أن تتصف بالرحمة، أن نتصف بالرحمة. لا معنى أن نحن دائما ننتظر رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن نحمد الله عز وجل على رحمته، ثم يعني لا نتصف نحن بالرحمة. ووقفة سريعة، نحن في شهر الرحمة وفي شهر المغفرة، تريد رحمة من الله سبحانه وتعالى، تواصل مع أرحامك، ارحم أناس. لن تجد هذا الأمر فيه سهولة أحيانا، يعني سبحان الله، الشيطان يجتهد في أن يفسد بين الأرحام، بين العوائل، بين الأسر. يعني إذا نجح فهذه بالنسبة للشيطان فوز عظيم، وأكبر ما يجتهد الشيطان على أن يفرق بينهم الرجل والزوج والزوجة. إذا حظي بهذه، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه الشيطان يرسل أتباعه ليفسدوا في الأرض، فيأتي منهم من يقول: لم أزل بفلان حتى شرب الخمر. فالشيطان الأكبر يقول: هذا يعني ليس شيء كبير. ثم يقول أحدهم: يعني لم أزل بفلان حتى فعل شيء الفلان. فيقول: لا، ليست هذه. حتى يأتي من يقول: لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجتي، ما تركتهم حتى وقع الطلاق، ما تركتهم حتى سبها وشتمها وخرجت أو خرج من المنزل أو خرجت من حدث الانشقاق. هنا يفرح الشيطان فرحة عظيمة. الله عز وجل يريد منا أن نصلح هذا الأمر، لا يريد منا أن نتبع الشيطان. فالتواصل مع الأرحام أيها الإخوة أيها الأخوات مهم جدا. قد يكون لك قريب أو أخ أو أخت، يعني قد يكون الله سبحانه وتعالى ابتلاك به، يعني فيه ما فيه من العيب، لكن مع كل ما فيه من العيوب ومع فيه من المساوئ، الله عز وجل يريد منك أن تصل الرحم. يعني الله عز وجل يعرف أحوالنا، يعرف، لكن الله عز وجل لو تركها لنا لتقدير كل إنسان أن يقول أنه فقط سأصل من أرحامي ومن إخواني من يحسن إلي، ولن أصل من يعني يسيء إلي، هنا لن تكون هناك علاقات والله. لماذا؟ لأنه لا أحد يعترف أنه على خطأ أولا. يعني كلنا نقول أن نحن الطرف المظلوم في 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 مشاكلنا. كلما يعني يكون هناك زوج وزوجة ويكون بينهم شقاق، كل واحد منهم يقول: والله تحملت يعني لما تعبت. والطرف الآخر حينما تسمع منه تقول: ما المشكلة؟ يقول: تعبت، تحملت إلى أن يعني. طيب، من الذي تحمل ومن الذي؟ فالإنسان دائما لا يرى نفسه أنه مخطئ. هذه من الأشياء المركبة في الإنسان. فالله عز وجل لا يريد منك أن تبني علاقاتك مع أرحامك على هذا الأمر. طيب، لأن في النهاية يبقى هذا تصورك أنت وفهمك أنت وغلبة الشيطان عليك أنت. الشيطان يتمكن منك فيوهمك أنك يعني على حق، وأنه الطرف الآخر هو على باطل، فقاطعه، أنت لم تفعل خطأ، قاطعه، هو لا يستحق. إذا بنيت العلاقات على هذا الأمر، إذن لن تبقى هناك أي علاقات. المؤمن يغلب شيطانه أيها الإخوة، وبالذات في هذه الأيام اغلب شيطانك، اغلبي شيطانك، اتصل بأرحامك، بإخوانك، بإخواتك،
اسأل عنهم، قل لهم لنتسامح، قل لهم أنا متنازل عن حقي. طيب، كن أنت المبادر، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب، ترك مساحة، يعني قد تختلف ولا بد أن تختلف مع إخوانك، أقرب الناس إليك، طيب أرحامك، يحدث الخلاف والاختلاف، لكن لا تترك هذا الباب مفتوح إن يكون الفجوة يعني كبيرة ومستمرة. ارجع حتى ولو بعد حين. طيب، لا يأتيك الشيطان ويقول لك يعني خلاص الآن أنتم يعني بعد كل هذه الفترة وبعد كل هذه المشاكل، لا، أن ترجع وأن تعود إلى الصواب خير، حتى وإن كان في آخر لحظة. الله سبحانه وتعالى يعطيك آخر، في آخر رمق من حياتك يعطيك الفرصة كي ترجع وكي يتوب عليك وكي يرحمك ويغفر لك. طيب، فلماذا أنت تريد أن تحدد من الآن وتقول خلاص وكل شيء انتهى؟ لا، لا يجوز. فأنا أوصي نفسي أولا، أوصي إخواني وأخواتي بمسألة التراحم. عندما نرحم ونتراحم ننتظر الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فنحن دائما نعرف إلهنا بأنه الرحمن الرحيم. ثم نقول مالك يوم الدين، يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني يوم القيامة. نقول مالك، المالك والمتصرف، صاحب الأمر، له الأمر كله، مالك يوم الدين، يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، يعفو عن من يشاء، يغفر لمن يشاء، يقبل شفاعة من يشاء. الله سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف، فنستسلم له ونذكر نفسنا دائما بيوم الدين، مالك يوم الدين. كان هذه السورة دائما كلما تقرأها تذكرك بأن هناك يوم، 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 يعني الله سبحانه وتعالى يقتص للناس من بعضهم البعض. هناك أناس سيأخذون حقهم منك، وأنت أيضا سيكون لك فرصة ستأخذ حقك من 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 أناس. فهذا هو يوم الدين، مالك يوم الدين. ثم نقول إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا وقفة أيها الإخوة، أرجو أن نتنبه لها. عبادة الله سبحانه وتعالى، العبادة كما قال العلماء هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال. كل شيء يحب الله عز وجل، قول، فعل، أي شيء، حتى إن كان نوم، إن كان أكل، يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى، أي شيء يرضاه الله عز وجل هو إن شاء الله نوع من أنواع العبادة طالما فيه النية. فكيف نعبد الله عز وجل؟ نعبده بهوانا؟ لا، نعبده بما يريد. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك على هذه العبادة. فتكلمنا الجمعة الماضية عن في قصة قابيل وهابيل، قصة ابني آدم. طبعا قابيل وهابيل الأسماء ليست مذكورة يعني في القرآن وليست مذكورة في حديث صحيح، لكن يعني ذكرها أهل التفسير ولعلها من الإسرائيليات. على كل حال، ذكرنا في قصة ابني آدم يعني الله عز وجل قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الآن الاثنين قدموا، عملوا عبادة، قبلت هذه العبادة، قبلها الله عز وجل من أحدهم ولم يقبلها من الآخر. وتكلمنا في مسألة قبول العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. لابد أن نعرف أننا حينما نعبد الله عز وجل نعبده بما يريد. أنت إذا أتاك الآن إنسان، يعني ولله المثل الأعلى لكن للتبسيط، إذا جاك إنسان في البيت وقلت له يعني يعني أعمل لي شيء في البيت، مثلا اصنع لي جدارا أو أصلح لي شيء، طيب فأصلحها، أنت تريد أن يصلحها بطريقة معينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا آسف بعض الإخوة أحيانا يرسل السلام، فالسلام عليكم جميعا. يعني إذا أتاك إنسان يعمل لك عمل، طيب قلت له صلح السيارة، أو قلت له أنت الآن ستعطي أجر على هذا الشيء، أنت تقول له أصلحها أو أعمل هذا الأمر بطريقة معينة، هو يقول لك لا أنا سأعملها بطريقة أخرى. طيب، لأن أنا أحرص منك على، أو أنا أعرف هذا الشيء. أنت تقول عجيب، أنا صاحب الشأن وأنا أقول لك أصلحها أو أعملها بهذا الشكل، لأن أنا لن سأعطيك الأجر. إذا رفض وأصر يعني أنت ستغضب ولن تقبل هذا الأمر، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل يريد منا أن نعبده، ونحن نريد أن نعبد الله عز وجل. طيب، نعبده بماذا؟ بما يريد هو، ليس بما نريد نحن، ليس بأهوائنا. أنا أقول هذا الأمر أيها الأخوة لأنه أحيانا في هذه الأيام تكثر مسائل متعلقة بالعبادة، وكل شيء إحنا نعمله لله سبحانه وتعالى هو عبادة. نجد بعض الناس يعني تغلب عليهم العاطفة، وأخص هنا ربما الحديث بعض الأخوات.
طيب وأيضا إخوة، لكن أجد هذا الأمر متكرر أكثر في الأخوات. نجد مسألة التعامل مع إغلاق المساجد على سبيل المثال، الصلوات، صلاة الجمعة، صلاة التراويح، لا شك الأمر محزن وثقيل على النفس. يعني كيف الآن كلنا محبوسين في البيوت والمساجد فارغة؟ نحن كنا في رمضان لا نجد مكان في المساجد وفي الجمعة، يعني الناس لا تجد مكان تصلي فيه من كثر الزحام. اليوم المساجد فارغة تماما، لا تجد من يصلي فيها، أمر محزن وثقيل على النفس. لكن حكمة الله عز وجل، الله عز وجل يعني قدر هذا الأمر في الكون، نقبله ونتعامل معه. طيب كيف نتعامل معه الآن؟ نتعامل معه وفق شرع الله عز وجل. الله عز وجل شرع شريعة لم تترك شيء. فأجد مثلا بعض الأخوة، بعض الأخوة يتحدثون عن مسألة الصلاة، صلاة التراويح عبر الإنترنت، طيب عبر البث لايف، الإمام يكون في ما أعرف في بيته ولا في مسجد، المهم يكون في مكان ويعمل لايف ويصلي الناس كل واحد في 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 بيته، ربما في مدينة أخرى، ربما في دولة أخرى، الله أعلم، المهم كل يصلي بهذا الأمر. هذا الأمر أيها الإخوة وأيتها الأخوات ليس يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني تأتي به الشريعة. لذلك الإنسان يجد في نفسه حرج من 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 هذا الأمر. أنا لا أنتقص من عالم أو شيخ أو هيئة أو جهة قالت بهذا الأمر، أنا لا أتكلم، لكن نحن نتكلم في المسألة نفسها. وإن كان طبعا يعني علماء وهيئات فتاوى، سواء الأزهر، يعني لجنة الإفتاء في الأزهر، البحوث والإفتاء في الأزهر، وغيره من المجامع الفقهية، ويعني دور الإفتاء في كثير من دول العالم الإسلامي، أفتت بعدم يعني جواز هذا الأمر، أن يصلي الناس في بيوتهم التراويح وراء إمام لا يعرفون أين هو. يعني الحضور المكاني من الأمور المهمة في صلاة الجماعة، أن تكون موجود في حيز مكاني. يعني إن لم يستطع الإنسان أن يرى الإمام مباشرة، على الأقل يكون في نوع من التتابع في الصفوف، فنعرف أنه في صف في ربما في القاعة هذه، ثم صف آخر يبتدئ في القاعة المجاورة لأنه اكتملت هذه القاعة، ويعني هناك قاعة أخرى تكتمل فيها صفوف، تتكامل فيها صفوف، فتتابع الصفوف من الأمور المهمة جدا. الأمر الآخر، أصلا مسألة صلاة التراويح هي سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصليها في المسجد، يعني لم يرضى أن يصلي الصحابة خلفه، فقط ربما 3 أو 4 أيام صلوا الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، ثم لم يصليها معهم بعد ذلك، توقف وأصبح كل واحد يصليها وحده، وكثير من الصحابة كانوا يصليها في البيت. طيب فهي سنة مؤكدة، وفيها خير كبير أن يصليها الإنسان في بيته. يعني الآن حينما يصلي الأب مثلا مع أبنائه، أو يصلي الزوج مع زوجته، طيب يعني حينما يصلون جماعة أول مرة أنت تصلي التراويح يعني بنفسك، طيب وتقرأ فيها من القرآن إذا ربنا فتح عليك مما تحفظ، أو من تمسك المصحف لا بأس تقرأ من المصحف أو من الجوال، طيب تجتهد أن تضعه في الصامت وكذا ثم تصلي. فهذه الآن شيء جميل، أنت الآن تفعل شيء لم تفعله، لم تعتد عليه، أنت دائما اعتدت على أن تصلي يعني مأموم، لم تصلي إمام، اليوم أنت تصلي إمام، لعل هذا خير إن شاء الله تعالى. طيب تعلم يعني أبنائك، يتكون في صلاة مع بعض، يكون بينكم نوع من الألفة والمحبة، تصلوا سويا، يعني شيء جميل، ففيه خير وفيه إن شاء الله تعالى فضل. أما الصلاة عبر الأثير طيب وعبر الإنترنت، يعني هذه من الأمور التي أنا ما أريد أن أقول بدعة، لكن يعني أرى أنه ليس لن يكن في النفس راحة من هذا الأمر. طيب أنت لا تعرف يعني حتى المسافة البعيدة، هذه أيضا تحدث انقطاع في الزمن بالمناسبة. يعني حينما الآن أنا أكلمكم لايف، ليس بالضرورة في نفس اللحظة كل شيء يصل في نفس الوقت. طيب فمسائل كثيرة، فالأولى الأفضل الإنسان أن يصلي جماعة في بيته، يصلي الزوج مع زوجته، يصلي الزوج مع يعني زوجته وأولاده، صلي معاهم، هذه فرصة إن شاء الله تعالى تحل البركة في البيت، ويعني الملائكة تحفكم وتحيي سنة. يعني سنة صلاة التراويح في البيوت هي سنة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها بهذه الطريقة، وإنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني جمعهم لما رأى أنهم أصلا متفرقين في داخل المسجد، هم كانوا يأتوا للمسجد الصحابة كل واحد يصلي وحده، ف
لم يرى يعني عمر أن هذا الأمر فيه فائدة، فجمعهم على إمام واحد، على أبي ابن كعب. فأنا أقول الرأي الأسلم أن كل واحد يصلي صلاة التراويح في بيته، ومسألة الصلاة عبر الأثير هذه أن نتجنبها. طيب، والإنسان إذا قال لا أنا أصر على هذا الأمر لا بأس، لكن ليس بالضرورة أن تنشر هذا الأمر وتدعو له الناس وتجيش له. إذا أنت استقر في أمرك هذا الشيء أنت مسؤول من نفسك، فلا تكن مسؤول أيضا من آخرين. فيتنبه الإنسان لهذا الأمر أيها الأخوة وأيتها الأخوات. طيب، الله عز وجل يقول يعني اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، كنا نتكلم في معنى العبادة. ننتقل إلى اهدنا الصراط المستقيم. الله عز وجل يريد منا أن ندعوه وأن نسأله دائما الهداية. نحن الآن أيها الإخوة والأخوات حينما نختلف حتى في أمر بسيط كل منا يدعي أنه على الصواب. طيب، وهذه من المشكلات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ ماذا كان يقول؟ كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل صلاة الليل، وكان يقول فيها اللهم رب إسرافيل، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. دائما تواضع، دائما اسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الحق في ما اختلف فيه الناس، لا تكون مكابر. نحن نختلف اليوم، لماذا الاختلاف كان موجود أيضا في السابق، لكن لماذا الاختلاف اليوم سبب في شرذمة وسبب في تفرق؟ لأن الكل يرى نفسه أنه على الحق الذي لا يقبل الشك، وهي مسائل سبحان الله مسائل يعني دقائق من وتفاصيل في الدين. طيب، نحن إن شاء الله على الحق في يعني الكليات، في المسائل الكلية كفرقة كجماعة بإذن الله تعالى، مثلا على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج عقيدة معينة، نحن بإذن الله تعالى نعم على الحق، لكن تبقى تفاصيل نستطيع أن نختلف فيها. فابن تيمية رحمه الله يقول يعني إذا علم المؤمن معنى اهدنا الصراط المستقيم، لو فقه وفهم هذا السر في هذه الكلمة لا لازمته دائما، لصارت هذه الآية وهذه يعني الجملة مرادفة له دائما. طيب، فمهم جدا أن نتنبه لهذا الأمر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. دائما اسأل الله أن تكون جزء من جماعة، الحق دائما موجود في جماعة معينة، اسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من هذه الجماعة. طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من جماعة الناجحين وحزب الله ومن جماعة الله ومن أهل الله. فالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من جماعة الخير ومن أهل الخير، يعني أحب الصالحين ولست منهم. لا يدعي الإنسان صلاح في نفسه، لكن يحب دائما الصالحين ويحسن الظن دائما بغيره من الناس، حتى لو أساء الظن بنفسه يحسن الظن بالآخرين. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى بأهوائهم، طيب بالعاطفة، وعفوا المغضوب عليهم يعني من بني إسرائيل الذين يعني كان فيهم مكايدة دائما، كثرة الأسئلة والإلحاح والأخذ الميثاق، يعني كانت من أسوأ صفاتهم أنهم كانوا يعني ينقضون الميثاق. لذلك نقرأ مثلا الآن في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاقهم وإذ أخذنا ميثاقهم، كثير الله سبحانه وتعالى يأخذ منهم ميثاق ثم ينقضون عهد الله دائما. فنقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين كانت عندهم نوع من النية الطيبة لكن كانت عبادة مبنية على العاطفة، لا علم ولا يعني فهم، فقط عاطفة، وهذا أيضا يعني يأتي بالإنسان أو يدفع بالإنسان إلى الهلاك. فالإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه كانت وقفات أيها الإخوة وأيها الأخوات مع يعني سورة الفاتحة. إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة أيضا في كل جزء إن شاء الله من أجزاء القرآن نأخذ بعض الآيات ونعلق عليها. هذا ليس درس علمي، لذلك يعني ليس متوقع أن نتكلم في أقوال فقهاء وكذا، لكن هو فائدة نستطيع أن ننتفع بها إن شاء الله تعالى في حياتنا اليومية. والقرآن والإسلام هو جاء ليصلح حياتنا وينور حياتنا ويصلح الخلل الموجود في حياتنا كما أصلح حياة من قبلنا. إن شاء الله تعالى سأبدأ الآن باللغة الإنجليزية، فقد ترجم لما يعني ذكرناه. فبارك الله فيكم، جزاكم الله خير على حسن الاستماع. من أراد أن يبقى معنا فليبقى، ومن يعني اكتفى
فبارك الله فيكم، واعذروني إذا كان في إسراع وكان في نقص، لكن لا أريد أن أطيل، نريد أن تبقى إن شاء الله يعني نصف ساعة، ولو أنني زدت من نصف ساعة. My dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm sorry that I've kept you waiting. It was meant to be half an hour, starting 2:30. Jazakumullah khair for your patience. This is the month of Ramadan, alhamdulillah. Today is the day of Jum'ah, a blessed day in a blessed month. And this is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that we're still alive to witness this time. The month of Ramadan is the month of Rahmah, the month of Maghfirah. And it's the month that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the Qur'an. So this is the month of Qur'an, and we need to go back and read the Qur'an and reflect. Not just read it like the normal way we read, without reflecting, without being there. Our heart is somewhere else and we're reading the Qur'an. That's not how we're going to benefit from the Qur'an, even if you read it for as many times as you want. So the idea is that we need to learn and we need to benefit from the Qur'an. It's shifa. It's a cure for our problems. So we need to benefit from the Qur'an. One of the surahs that we repeat in every salah, and we read in every rak'ah, and the Prophet ﷺ said that no salah is accepted except if surah al-Fatiha is read. طيب. This surah we need to maybe spend a few minutes, inshallah ta'ala, to reflect upon. Surah al-Fatiha, it's called Ummu al-Kitab, the mother of the book, because it's the beginning of the book. And some ulama did not like this. Allah subhanahu wa ta'ala said, Ummu al-Kitab wa ukhra mutashabihat. Some ulama didn't really approve to call it Ummu al-Kitab, just to be also clear, because they said Ummu al-Kitab is the Lawh al-Mahfuz. But regardless, it's Fatihatul Kitab, is the opening of the book, it's the first surah in the Quran. Seven ayat that Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to repeat in every rak'ah. And our salah is not accepted if we do not read Surah Al-Fatiha. We need to reflect. We need to stop and think. Why? Why specifically this surah? Allah subhanahu wa ta'ala in the Hadith Qudsi. And Hadith Qudsi is what the Prophet say in terms of the words. But the actual meaning, exact meaning is from Allah subhanahu wa ta'ala. Different from the normal Hadith, which is the meaning and the saying, the words is from the Prophet ﷺ, together. So in the Hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala said, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي. I have divided, I have split the salah between me and my servant. And salah here, Allah subhanahu wa ta'ala referred to Surah Al-Fatiha. So Allah subhanahu wa ta'ala didn't say, I've split Surah Al-Fatiha between me and my servant. He said, I split salah. So he means Surah Al-Fatiha. And this is another blessing, another virtue that Allah subhanahu wa ta'ala is calling Surah Al-Fatiha, is calling it Salah. So Allah subhanahu wa ta'ala split Surah Al-Fatiha between himself subhanahu wa ta'ala and between the servant. And when the servant say Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala says, my servant has praised me. Alhamd, my brothers and sisters, is praise. It's different from thanks. You thank someone because he did something to you. طيب. Someone gave you something, gave you a gift, you thank him. طيب. This is different from Alhamd. Alhamd is praise. And the difference is, you only thank someone when he does something good to you, when he does a favor to you. But Alhamd is to Allah subhanahu wa ta'ala regardless. We praise Allah subhanahu wa ta'ala for his attributes, for his names, not only for the good things that he give to us, not for the benefits that we receive from him subhanahu wa ta'ala, but it's from Allah azza, because Allah azza wa jal is Allah azza wa jal. He is praiseworthy. Alhamdulillah. So we praise Allah subhanahu wa ta'ala for that. So alhamd is different from thanking Allah subhanahu wa ta'ala. So when we say alhamdulillah, every time you say alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala says, my servant has praised me. You need to think, you need to remember that, you need to put this in mind when you read Surah Al-Fatiha, because there's so many virtues of Surah Al-Fatiha. And when we say Rabbul Alameen, Allah subhanahu wa ta'ala says, Athna alayya. Allah subhanahu wa ta'ala said, Athna alayya abdi. The first one, Allah subhanahu wa ta'ala said, Hamidani abdi.
الحمد لله حمدني عبدي. رب العالمين, Allah will say أثنى علي عبدي. My servant has praised me. Yeah, رب العالمين. And when we say مالك يوم الدين, Allah سبحانه وتعالى says my servant has glorified me. مالك يوم الدين, the owner of the day of judgment. يوم الدين, وما أدراك ما يوم الدين, the day that Allah subhanahu wa ta'ala has spoken about in the Quran in many ayat. And this is the day we have, this يوم الدين, we have to remember in every salah. We have to remind ourselves that we're going back to Allah subhanahu wa ta'ala. And when we say إياك نعبد وإياك نستعين, Allah Azza wa Jalla says this is for me. إياك نعبد وإياك نستعين, Allah Azza wa Jalla will say this is for me, and I will give my servant whatever he wishes. And when we say اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, Allah subhanahu wa ta'ala says this is for my servant. So the first one, إياك اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين, Allah will say this is for me. But when we say اهدنا الصراط المستقيم, Allah will say this is for my servant, and I will give my servant whatever he wishes. So there is kind of communication in every ayah between you and Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Fatiha. It's very important. So even when we say Alhamdulillah, how do we say Alhamdulillah? Unfortunately, the way we read the Quran is we read it just like the way we read anything. And this is the reason, the main reason why we do not benefit from the Quran. It doesn't touch our heart. We don't cry that much from reading the Quran. It doesn't change so much in our life because of the way we read the Quran. And when we say Alhamdulillah, just example of how when you meet someone, for example, and you say, how are you? The other person says, Alhamdulillah. Maybe without even thinking, without even meaning, that he's praising Allah, without thinking that he's got blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, he needs to thank Allah subhanahu wa ta'ala or praise Allah subhanahu wa ta'ala for. He would just say it naturally. But if you tell someone, if you give someone a good news that he was not expecting, what would that person, how would that person say Alhamdulillah? It would be different. Or when you expect a problem and then you know that problem Allah subhanahu wa ta'ala has removed from you and it's not going to happen. You say Alhamdulillah. It's like, so you mean every letter. Alhamdulillah. You know that you're praising Allah subhanahu wa ta'ala because he saved you from this, because he gave you what he gave you. So when we say Alhamdulillah Rabbil Alameen, we need to remember the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, ni'am Allah azza wa jal, the blessings of Allah azza wa jal. We need to remember the names and the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. So let's say it in a different way. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Every time you say Alhamdulillah Rabbil Alameen, say it with great love for Allah subhanahu wa ta'ala and appreciation for his ni'am. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Allah عز وجل identified himself and showed us his name here as الرحمن الرحيم, mercy. So Allah عز وجل identifies himself with the mercy, the most merciful. And my brothers and sisters, mercy is what Allah سبحانه وتعالى has اختص برحمته, يختص برحمته من يشاء. Allah عز وجل includes everyone is mercy. Everyone is included in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. But there is a specific mercy for those who follow the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَأَكْتُبُهَا لِلْمُتَّقِينَ. For those who sincerely believe in Allah subhanahu wa ta'ala and follow his guidance. Allah azza wa jal is merciful. And Allah azza wa jal wants us to practice mercy. Don't just expect the mercy from Allah subhanahu wa ta'ala, but you are not merciful. You are not practicing mercy. Your heart is so rough, like a rock, so solid. You have to practice mercy. And this is the time. The month of Ramadan started. You need to contact your relatives, your loved ones, family members, and do not exclude anyone. Anyone, including those who have, you have problems with, including those you have animosity with, start with them. And you need to know that this is your challenge. Your challenge is not to contact those whom you're already in good relationship with. Some of us will say, Alhamdulillah, Ramadan started and Alhamdulillah finished all the list of people that I contacted all my relatives, my family members, I contacted friends, Alhamdulillah, everyone.
probably most of these people you already have good relationship with. So let's be honest. What about those whom you have some animosity with? So some friction with? Brothers, sisters, family members, relatives. Probably many of us did not include these people in their list. Or probably just sent them a message يعني, as just to feel relieved. No, my brothers and sisters, our challenge always is to not to follow shaitan and not to let shaitan drive. Don't give the driving wheel to the shaitan. You need to take it over. Shaitan, one of the things that he loves is to split people and to create frictions and differences and animosity between people. When shaitan sent his followers to go and spread corruption on earth, they would go and do some bad deeds and come back to him every day to say that we did this. One of them will say, I was giving waswasa, I was whispering onto this person's ear, into his heart, until he committed this sin. He drank alcohol, he committed adultery, he did this and this. Shaitan will say, this is not big, this is nothing. He's looking for something bigger. And when one of them come and say to Shaitan, I continue to whisper in the heart and the mind of the couple, the man and the woman, the husband and the wife, until I split them, until I pushed him to say talaq, to divorce his wife. When he comes and gives this news to the bigger shaitan, he will be so pleased. He said, this is what I'm looking for. And if we talk about this, it can take us a long time, my brothers and sisters. If we talk about why shaitan is happy about specifically, why not adultery? Why not alcohol? They're from the kaba'ir, from the major sins. But this is even worse, because it will affect generations. It will cause more problems in the society. So we need to be careful. Shaitan will always try to put frictions between you and your family, your loved ones. And regardless who is the one the problem coming from who. You could be the good person and the problem coming from the other person. Still you are required and you commanded to keep good relationship with your family members and relatives. A man came to the Prophet ﷺ and said, "Inna li arhaman asiruhum wa yaqta'unani." I have relatives. I extend a relationship with them, but they don't treat me the same. The Prophet ﷺ said, continue. وَإِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ. And if it is like what you say, what you explain it to me, فَإِنَّكَ إِنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلِّ. It's like you putting sand in their mouth. Meaning that what you're doing to them by contacting them, even though they're not contacting you, by being good to them, even though they're not good to you, you are doing something great for yourself, but they committed something big from their side, as if you are putting sand in their mouth. So you're still commanded, regardless. There's no excuse. Don't sit and talk about the other person as, I did everything. Many times we see spouses having problems together. And when we sit with each member of the family, and we say, what's happening? So, I have enough. I've done everything possible to please the other person. And when you go speak to the other person, he will say the same. He'll say, I have enough. I've been really trying all these years, but I can't take any more. Both of them will say the same. Even children today, subhanAllah, when they fight, both of them will say the same. They say, I have enough for my brother, or my sister. For years I've been, letting things go. Because that's how human beings function. We always see ourselves on the right side. We never see ourselves on the wrong side. Right? And if Allah subhanahu wa ta'ala had to leave it for us to judge and base our relationship based on our own personal judgment, on where is the person on the right side, on the wrong side, there wouldn't be any relationships on this earth. Because we, all of us, would have thought we are on the right side, and we all would have immediately made that judgment to khalas, stay away from one another. But this is not Islam. Islam wants you to be humble and accept that shaitan is there. You cannot see him. Shaitan yajri min ibn Adam majra dam min al-uruq. He's there. And Allah subhanahu wa ta'ala gave him some power to whisper. But Allah subhanahu wa ta'ala gave you the guidance. So be strong. Do not let shaitan take over. Contact your family members and let this finish.
At least from your side. If it's not from their side, that's not your problem. In their judgment, you won't be asked for it. So, Ar-Rahman Ar-Rahim. We want mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. We need to think about mercy. And Ar-Rahim, يعني معلقة في العرش. It is clinging to the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah Azza wa Jalla wants us to respect Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. We worship Allah subhanahu wa ta'ala. How do we worship Allah Azza wa Jalla? Al-Ibada. Al-Ibada ism jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wa af'al. Ibada, when we say worship, includes every action and words that Allah subhanahu wa ta'ala loves. But how do we worship Allah Azza wa Jalla? We worship Allah Azza wa Jalla the way He wants, not the way we want. And I was given an example earlier by a man whom you hire to do something for you, to do a job for you. And this person, he wants to do the job the way he wants. He said, look, you pay me, I'll do the job for you. I'll fix it for you. I'll fix the car for you. Or I'll create something for you at home if you want me to do. But I'm going to do it according to my own desire. I'm going to decide the color. I'm going to decide how it looks. You pay me. I'm going to fix it end of the day. I'm going to do the job, but I'll do it according to my own specification. Would you accept that? No. Even if he says that this is good for you, if he says, I know that this is the best for you, you say, no, I know what's best for me. You do the job according to my specification, I pay you. You don't do it, I don't pay you. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Of course, the greater example of Allah subhanahu wa ta'ala. When we give example, يعني استغفر الله العظيم. We're just trying to make it يعني, simplify the picture. But subhanallah, Allah Azza wa Jal أعلى وأجل. يعني, that we should not give example with to Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah Azza wa Jal tell us to worship Him in a certain way. We worship him that way. How? How do we know? How do we know how to worship Allah subhanahu wa ta'ala? Follow the Prophet ﷺ. How do we know that this is what the Prophet ﷺ said or did? We follow what the ulama, the scholars, has shown us as sahih, and what they told us, da'if, weak hadith, we stay away from. And when you read the sahih hadith, by the way, that thousands, they will cover everything. You don't need the hadith da'if. Okay? And those who stay away from hadith da'if, hadith sahih, and they don't practice the sunnah, they immediately find themselves falling into the bid'ah. Now, one of the things that I want to comment, inshallah, very quickly today, my brothers and sisters, about is praying taraweeh, following the imam via the internet, through the internet. The imam is praying somewhere, and he's having live, like this one, and then everyone is following him, his salah. This is something that some, mashayikh, still with respect, of course, has said and announced. But it is not something that we should take lightly and accept lightly. Of course, most of ulama, mashayikh, and al-azhar, and ulama in many countries, they refuse this. They said this is not part of the way we do salatul taraweeh. First of all, salat taraweeh is sunnah, mu'akkada. طيب, it is something that we should continue to do. But it's not compulsory, it's not fard. The other thing is, the Prophet ﷺ did not pray it in the masjid all the time with the Sahaba behind him. He prayed it only for a few days and then he stopped. When he saw the Sahaba are coming every day and the masjid is getting packed by more Sahaba, they're praying behind him. He didn't ask them to come and pray behind him. He was praying and they started to come. So on the fourth day, he stopped to come out and he said, I don't want it to be compulsory upon you. Out of mercy, sallallahu alayhi wa sallam. But then the Sahaba, they started to come to the masjid and they pray separately in the masjid. So one person will pray by himself, three people will pray together, and the masjid will be just in that state. This continued the time of Abu Bakr and the time of Umar radiallahu anhu. When he saw them in this way, he thought there is no point. They pray like jama'ah, but they are not jama'ah. So he said, okay, just let one of the Sahaba, Ubay ibn Ka'b, he said, please, lead this salat al-jama'ah. And khalas, it became the way we do it today. And alhamdulillah, this is the sunnah as well. طيب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. We also commanded to follow the sunnah of the Sahaba. But now, for us to pray Salat Taraweeh, each one at home, led by an imam, we have no idea where he is. طيب, this is something we should not take lightly. And as I said, ulama already spoke about the fiqh point.
And most of the majority of the ulama do not recognize this and do not accept it. And Majlis al-Ifta al-Urabi, the European Council for Ifta and Research, Majlis al-Ifta al-Urabi, Majlis al-Urabi al-Ifta wal-Buhuth, they said this is not acceptable. And for people, at least in Europe, we follow هيئات علمية. It's very important not to follow one alim and neglect a group of ulama, council of ulama. Right? It's very important. It's like when you go and seek medication or you seek medicine from or consultancy from a group of doctors. Right? And when they all issue statement, you take it seriously. Right? And if one doctor by himself issues something different, you'd probably think, well, I'm probably more likely to accept that the one that coming from a council of a group of ulama. So groups of ulama are there saying this is not the way. We understand that it's not easy for us. We are not praying Taraweeh, masajid are closed. But subhanAllah, this is hikmat Allah Azza wa Jal. And inshallah, it's a period of time, this will be lifted inshallah. We go back to the masajid. But what we don't want to go back after this pandemic inshallah ta'ala goes away. We don't want to go back and find people starting to practice this again. And slowly it becomes accepted as a norm for praying jama'ah. Next will be Salatul Jum'ah, Salatul Taraweeh, and then. So what's the point of masajid? Allah Azza wa Jal, when we cannot perform an action, He gave us rukhsa, permission to do it in a different way. So follow that permission. Don't try to, ad-deen yusr. The deen is easy. Right? So Allah Azza wa Jal commanded us to pray Jum'ah. Together. Okay, I cannot pray Jum'ah. What do I do? I pray Dhuhr. 4 rakat. Khalas. If I have group of people and we can pray together, according to some ulama, you can maybe pray Jum'ah together. But you can still pray Dhuhr. Because Jum'ah has a specific way to do it. So, I would say Salat Taraweeh, you pray it at home, inshallah ta'ala. It's a beautiful thing, wallahi, when you think of it. You pray, you lead the prayer for your family. If you are with your wife, or you with your wife and we have the children at home as well, you pray together, alhamdulillah. You read from what Allah subhanahu wa ta'ala has taught you from the Quran. You want to open the mushaf and read from the mushaf, they pray behind you. It's a good thing. Let's look at the positive side of it. But you praying behind someone, you have no idea where he is, and where are the lines that should be connected? It's completely not something that we should take lightly. And some people are pushing for this. We understand the motivation, we understand the motive behind this, but that does not make something accepted just because your heart goes out for because you're not going to the masjid. You have to be careful, you have to take ibadah seriously. So, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصَّلَاةَ الْمُسْتَقِيمَ. Say, oh Allah, guide us to the straight path. And this is the best thing. And this is not something that we use or we say in specific occasions. اِهْدِنَا الصَّلَاةَ. Oh Allah, guide us. This is something we should say all the time. All our life should be seeking Allah subhanahu wa ta'ala's guidance. We don't know if we are in every action in our life are on the right path. The Prophet ﷺ used to ask Allah subhanahu wa ta'ala for guidance. اللهم رب إسرائيل رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب وفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. We say, oh Allah, the Lord of Jibra'il, Mika'il, and Israfil, Alim al-Ghaybi wa shahada, the one who knows the unseen, Fatir al-Samawat wal-Ard, the one who initiated the heavens and the earth. Ihdini, anta tahdi, anta tahkum bayna ibadik fi makan fi akhtar. You judge between your servant, between your ibad. Ihdini lima akhtulifa fi min al-haq bi-idhan. Guide me to that which has been a matter of difference between people. So we ask always Allah subhanahu wa ta'ala for guidance. We ask subhanahu wa ta'ala to show us the right path. Do not always be stubborn and think whatever your mind, whatever you believe in or you think, every detail is the right thing. And that's how differences come between the ummah, between Muslims, between groups of du'at, mashayikh. And you feel subhanAllah, they all claim that they're calling for Allah subhanahu wa ta'ala. But why all these differences? Because we don't accept, we're not humble enough to say that we might be wrong in this mas'ala, in this issue. I might be wrong, okay?
But I would still practice what I feel, what I understand, what I know, what I learned, it is the right thing. Yet I don't completely eradicate the other opinion or the other person. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. You want to be in a group, the group of those who are successful. الذين أنعمت عليهم. Now when every time when you say اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم, think about those people whom you think they're pious and they're mashallah, and you want to be with them. صراط الذين أنعمت عليهم, those whom ya Allah have favored. أنعمت عليهم, favored by showing them, by making them stick to that straight path. Those who always, mashallah, in the masjid, those who always, they're very strong, mashallah, in ibadah. They're powerful. You see them, mashallah, they don't take things lightly. Even the nawafil, they do it. Sunan, they do it. They're always working hard to please Allah subhanahu wa ta'ala. You want to be with them, part of them. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. The children of Israel, as we know in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has given them many chances. He would take pledge from them, covenant with أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned this many times in the surah, that we have taken the covenant from you, the mithaq, the pledge that you will do this, but then they would not fulfill it. So you ask Allah subhanahu wa ta'ala not to make you from those whom every time they just don't want to follow the guidance. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى. They want to be blind. They love to be blind and not to be guided. You don't want to be part of them. But also you don't want to be part of those who worship Allah subhanahu wa ta'ala just with their soft heart. Just because their heart is soft. Just because they follow their emotion. That's how they worship Allah subhanahu wa ta'ala. No. We don't want to be from these people and we don't from these people. If you want to worship Allah subhanahu wa ta'ala, worship Him the way He wants. إِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Means we worship you, and we worship you the way you, or Allah wants. Not the way we want, not the way our desire tell us, not the way our emotions tell us. That's why these days we need to be careful. Our emotions go high. We don't worship Allah subhanahu wa ta'ala with emotions. Keep your emotions. Yes, it's good to have good emotions, to feel that subhanAllah, you miss the masajid. And you feel your heart is broken when you see the masjid is closed. But that does not mean that you're going to do something not permissible. The Prophet ﷺ went through more difficult times. The way they would pray during the war, for example. Allah has shown a specific way. People came and when they saw the Prophet ﷺ praying at night, one of them said, I'm going to pray until I'll never stop. The whole night. Another man said, I'm going to fast forever. Another person said, I'm not going to eat. They try to bring something just because they want that, mashallah, love for Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet said, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَ هَذَا فَهُوَ رَدْ. Anyone does something is not in accordance with what we do, that's what the Prophet said, according to his sunnah, then it's rejected. It doesn't matter. It doesn't matter your emotions. It's not going to make any difference. Because you worship Allah subhanahu wa ta'ala the way He wants, not the way you want. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who are guided. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who listen and follow. It's not enough just to listen and not to follow. That's very important to treat the Quran with that level of respect. That you're reading so that you follow, so that you practice. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from the guided ones. Inshallah ta'ala, we'll continue. Every day we'll just make short commentary, inshallah, upon a few ayat from every juzu in the Quran until we go through the 30 juzu of the Quran. And this is not halaqat ilm. This is not a space for to discuss fiqh issues or mention the aqwal ulama in issues. But it's just a reminder for us, inshallah ta'ala, things that connected to our life, our daily life. Jazakum Allah khair. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum Allah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.